بركات غتنسى تي في ايت مات نجاكان المقارنة المقارنة الارشيف ادي موسوتنا قانين امنونا فد يحطون فوق لي وننس تلفتي زيلنا فد يسول في المقارنة المهرجان ادي موسوتنونا اسول فايت مات نجاكان توري ترنوا امسي ويدات ديدنغ تليفون 06 41 44 14 38. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ايتمتنا ديش تمتنا غزو نطبي في اللون يمنين تيمنين انتما دوت نط التيفين ايتمتنا جاكن اردا سول نسمح محبات الكليتي اضنين اركون سبراك وسيساد اللي قانوا ينون ديجي موينس غيك اللي نسنج نبدات اللام ديش ياسنا اضل برامجنا تكليتي ارتياد اركون سنمير اركون سمغور تكليتي اضنين غيك اللي تنايم عصاد نقاد دايج موزرنا اريد تسقاح تسقيوين تموت نغ المغرب اللي جاس وساق طغيوات نتهلا نغض الجماعة نتهلا اللي ولا ندير نتفراوت العمالة نتزنيت غيدا غرا داونا نداغن ملي تميورت نغض تكران التقاليد اللي تلينين كاريكات وانت زياد غوش كواس المعارفة نغض تميورتات علاش نتبدا يوم الزل الخير اللي جاس وساق سي محمد بوهمان تدايت ماس هذا شنو يخلص ربي تميورتات نغض التقاليدات ورتنت نغي قلين الوالد نسن اللي جاس وساق الحاج هموت من ربي في الله ستي رحمه ربي انت ولا كل الجميع المسلمين مرغاكو دانا رغينا دارو كان سولي الزيكيز الخير انا رغاني تزايد الخير الحمد لله المعرفة دارت كان مرا وسان غاس كواسا دغيك اللي انا نمسكر مازيرتات زويد نتاقس يا واس ايقا 11 يوم نغدي عند مرا واس غاس صديق انا مزوالو غا المعرفة اليات نديدنا غتغمام ديدنا ارتيكيرا وغا وساد نغد البرنامجات نغد الشريطات اللي كان وثائقي اللي هو النوي في المعرفة اللي تليني كايقات وانتي زياد غاس كواسا غيك اللي هو النيغ غتغيوات نتهلا نغض الجماعة نتهلا التسنم وكوار في الخيرات غيك اليوم لاني غنقز جمهور الزرنا غدنيك القدام المدرسة العتيقة نتهلا غينا غلا تيلي تغرسيتي السنات غكيسني ميقير ديال منا وين مسكار انت مازيرتاد نغض ديال منا وين مغورن امزوالو كيسني قالت لمريس ياسين اللي تيلي كان تا ديك اللي الحاج همو ارتبعي وين في الخيرات غيك اللي غكيسني ميقير ديال توك يمزان ولا نتني ادا كلو ساول في تميورتاد غما يدينا غير منو تجدادين وكان نريد نهضروا نختنا ربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى المريس ياسين غصاد نحن قدام المدرسة العتيقة نتمزيدا تيريغن سيك صباحا بدات حمتنا لفرم تاجكو سيدي تقريبا 40 عام 43 عام غير ذلك كان معرفة يكفي اسم حاج همو مساء الله فاطمه كرامت نربي فلاتون ايتماتنا غدي ستماتنا الا ديتون قماتون الرئيس بالقاسم رخا اللي جوش كان خصنا زيرتنا يترخا نكيد ايتماتنا غي جاكان استهلا هو مل اللي غبدا نكر المعارف اللي سكار قماتنا الحاج محمد الصبح بي عبد الله صابري امام مرشد في جماعه الى غنتهلا اقليم تيزنيت المناسبات تاع المناسبه المعارف المعارف نيت مهمان اللي تنظم العائله المهمانيه غي الجماعه نتهلا مياد ورتنتي في الاب نسن بدات نسي الطريقه تاع تقليديه عبد الصمد بو قديم مرشد سابق غالمنطقة ياد وكان بالنسبة للمسائل اللي ذكر المرشد الحالي السي عبد الله صابري إفكاحية الصورة مختصرة في الأضرحة ياد غيك اللي سنة أن يات العائلة رست من عائلة أيت مهمان اللي غلى الأبنس جزاه الله خيرا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. Bye.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام مسجد أساكا سابقا وغير إن شاء الله السي محمد ذيك اللفة خاصها الطلبة يعني غنتنظم الموسم هذا نسمى سكني نزاف الطلبة يعني تقريبا كان 17 عام هاد غير إلا النظام أما هاد اللي سابقا ديما إلا المعروف على ما التنين الطلبة اللي كان يقضي منين راه كان 40 عام غدا 45 عام هيك الخيرة. عندنا هذه جائزة رمزية لفقيه ومشرف المدرسة الذي سيقدم الهدية إن شاء الله سيدي محمد مهمان الجائزة هذه لفقيه المدرسة فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أرنتشكر مدنا اللي درنا غوش كانين القنياز باش ناويين الأخبار يعني المواسم اللي تاوش كانين غا المنطقة أصلا وسن سبت المدرسة العتيقة يعني إيتيري غنتهالا غي تاوش كان المعروف غير هادي سبحراني نختم الحمد لله الموسم قال موسم ديني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر سي الحاج محمد الفقيه المدرسة إلى غنتهالا بالنسبة للخير اللي رادنا غير هادي الناس كلو سي الحاج الحمد لله أن حتى نوري في فواياد على لا قلي لنا حتى الثانية زاز القرآن يسكر اللي دعاك تفيد القرآن القرآن الله يجازيه بخير عرف لا تشجع تنصر ربي عزوت ينصر الأسرة العلوية يحفظ كل ما دي حاضر غيد وشكرا